نادية نادية أخاف أكلمك شوي. نعم أخ فيصل، في شيء؟ شنو أخ فيصل؟ شنو أخ فيصل؟ لمتى بتعامليني كذي؟ أنت شلون تبيني أعاملك؟ ماني فاهمة. أنت عارفة شلون أبيش تعامليني؟ ليش قاعد توخريني عنك؟ لو سمحت يا فيصل، إحنا زملاء بالعمل وبس، ولا تنسى الفرق اللي بيني وبينك. ما في فرق بيني وبينك. أنا أحبك وأنت تحبيني. فيصل، أنت عارف كم سنة بيني وبينك؟ عارف إن عندي 3 بنات، أكبر واحدة فيهم بسن المراهقة، واللي زاد وغطى إن أبوهم اللي مات مات بسبة كلمة أنا قلتها، قلت إن بحياتي شخص ثاني. تدري هذا شنو معناه؟ بتم طول عمري ضمير يأنبني. أنا قاعد أحس بعذاب أنت عمرك ما راح تعرفه. تكفى تكفى فيصل، الموضوع اللي بيني وبينك انساه، خلاص انتهى كل شيء بيني وبينك، ولا تتحجى بهالموضوع. انت ليش تحملين نفسي ذنب؟ انت ما ارتكبتيه. انت عارفه الجرايد شنو كتبت، وعارفه الطبيب الشرعي شنو قال. ليش كل هذا قاعد يصير؟ الريال توفى الله يرحمه، وانت مطلعته من حياتك من قبل لا تعرفيني ولا تشوفيني اصلا. ليش تحملي نفسك اكبر من طاقتها ناديه؟ وتحرمينا من احلى ايام عمرنا ليش؟ عشان ذنب انت ما ارتكبتيه؟ كل اللي قاعد يصير هذا قاعد ينحسب من عمرنا ومن عمر حبنا. حد يمنع الموت ولا حد يمنع القدر. الأيام قاعد تمشي كلها من عمري وعمرك. ايش تبي مني بالضبط؟ تزوج. عاد اقول لك، ام عيسى دقت علي من البحرين وعزمتني على عرس ولدها عيسى. صدق ما؟ متى؟ اليمنى. وحس بحسابك، نروح الخميس ونرجع السبت، واذا لك خاطر ان نقعد ليل احد نقعد. انا اقول منها نغير جو ومنها نشوف سوق البحرين. هاي ريتشي. والله يما خوش فكره، بس قولي ان شاء الله فواز ما يقعد يتحلطم علي. ما اذاننا هالفواز، يبا ولدك وقطيع عند امه. خلاص هذه انت لو جايبه اكثر من واحد ايش بيسوي فيك؟ اي والله يما، وانت صادقه، بس لا تحاتين، موضوع الحمال هذا انا ماجلته على ما يكبر عيسى. انا اقول بعد خليه يوصل للثانويه احسن. لحقين يما؟ ناجل شنو فيه؟ عمري قلبي. هلا حبيبي. ها حبي وينك؟ انا من المطبخ. ايش قاعد تسوي من المطبخ؟ قاعد اسوي غدا. اوه اليوم تسوي غدا؟ لان اليوم غير، اليوم انت كلك لي. اليوم انت صدق ريلي، اللي ماكو احب بالدنيا راح ياخذك مني. خليك تهدني بروحي اليوم، لي وباكر لي، ما ابي اكثر من كذي. انا مو طماع. انا على هالحكي الحلو هذا راح اسكر جهازي. انا اليوم كلي لك وباكر بعد يا عيون فواز. الله لا يحرمني منك. ولا من بسم الله الرحمن الرحيم. انت شم قاعدش ليه الحزة؟ ليش ليه مو نايمة؟ ما يعني النوم، انت ليش قاعدة؟
ماكو والله ما انا ما يعني النوم، قلت خل اشرب كوب شاي وانام. شفيتش؟ يما وظيفتي خلاص قاعد تلوح تشبدي من هالوظيفه خلاص، مكان داثر وناس تافهه حتى المعاش يدوب. لا حبيبتي، على الاقل عندك وظيفه وتستلمين معاش اخر الشهر، ان شاء الله تبين تقعدين بالبيت ماكله شاربه وتمسحين ايدك بالطوفه. اقول مو عبالك ان انا بعطيك شيء عشان انا استلم معاش تقاعدي ولا اخوك يعطيني كم فلس؟ لا حبيبتي، يا دوب يا دوب يكفيني. يا دوب يا دوب؟ ايه يما انت معاش تقاعد، فوق هذا معاش ابوي الله يرحمه، واخوي يعطيك، وهم انا اعطيك. ما عندك خدامه وانت بروحك، الا اللي ما يكفيك يما. تكفى تكفى. قل اعوذ برب الفلق، انت بنتي ولا عدوتي؟ يما يما انا طموحي اكبر من كذي. ترى انا على فكره جايه بالغلط هني، انا المفروض بقصر شي ريال يصرف علي، امر وانهي، وكل سنه سفره. لا ليش كل سنه، كل شهر. اخ وخدم وحشه. وعلي عليك، كل الفقاره هذه احلامهم. يما ايش عرفك بالطموح يا يما؟ في فرق ما بين الطموح والخيال. كل هذا اللي انت قاعدة تقولينه وتسولفين فيه كله خيال وأحلام. يما دام خيال حاسدتني عليه ليش؟ هاو كيفي بتخيل؟ أنا أبي أتخيل كيفي. نعمة من ربي، أنا مو باطشة بدي غير فؤادو. ردينا على فؤاد. إي إي قاعدين هني أذكر والله، يقولي ساعديني والله إن يعني ييج أدلعج. أنت شفيتش؟ لا تنظلين أخوتش، انت ما عندك سالفه غير 24 ساعه بطلع عيونك وحلجك عليه. انا ادري ليش تدافعين عنه. والله ادري ليش، عشان الفلوس. والله لو انا مكانه كان الحين سويتي لي يد هنا لا تنكتين. انا عرفت شو اقول. اقول لا تقعدين تقرقين وتعورين راسي. روحي روحي نامي احسن لك. روحي 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 نامي. كل يوم سجلي بالتاريخ بالنوته عندك هذه. فواز حبيبي، فواز قوم يلا، نمت وايد، قوم يلا. كم الساعة؟ الساعة 8. والله ليش ما قعدتيني؟ ليش خليتيني انام لهالحزة؟ حبيبي شفتك تعبان خليتك تنام على راحتك. ما نبي مشاكل مع امان، كان قعدتيني فكيتي. تليفونك برا بالصالة وما حد دق عليك كلش، بس امك. نعم بس امي عيل، حسبي حسابك العشاء عندك الليل. مو كيفك، انا حضرت العشاء. ويلا عشان الله يبرد. يلا روحي لهني. نو نو قوم معي يلا. يلا روحي لهني. ما حقيت بيه يوم امر فيه عند بيتهم كني مراه. من صجت ريم، من صجت خلاص ما تبيني. كثر احس روحي وحيده من غيرك شريم، ما حد ملا مكانك ولا لقيت لي رفيجه تغنيني عنك. والله انك قاسيه، هنت عليك خلاص، وانا اللي ما هان علي افصح تبلتك من ايدي. Thank you.
هالزمن مو سهل الواحد يلقى صديق. كنتي زينة وطيبة وأنا ضعنتك، والأخير خسرتك أنتي، وهمتي ما ربحتي بسام. بسام الناجي، يا ترى اللي حلي فرصة معه؟ حتى رقمها غيرتها عشان ما توصل لها مسجاتي، بس ما عليه، راح أطلع رقمك الجديد يا ريم. وين بتروحين مني؟ أنا لازم أحاول معه مرة ثانية، دام ريم ما ردت لو ما تبي. إيش الله يعي من إيدي؟ كان معجب فيني، وأنا أكثر واحدة بتعرف شلون تعامله وتخليه يتعلق فيها. صحيح إنه كارهني ومعاديني، بس لا محبة لمن بعد عداوة. أنا لازم أتحرك وأحاول معه مرة ثانية، لازم. يما لا تشوفين ابراهيم الصغير كيوت مال طق. شلون يعني؟ وابراهيم الكبير راحت عليه خلاص؟ وانا اقدر اقول كذي؟ انت الحب الاولي، الحب الكبير. واخيرا الله بلغك بعيال عيالك وشفتهم، عسى الله يحفظهم لك ان شاء الله ويجعلهم الذريه الصالحه. اللهم امين. وان شاء الله بعد الله يبلغنا بذريه منال وتصيرين يده مثل ما صرت انا يد. امين، الله يسمع منك. تصدق عمي، انا من شفت الصغير وحن قلبي على ياهل. واسوي نفسي ما اسمع. زين، اقول قولي لي، انت ناويه تروحين الاستقبال؟ ايوه ان شاء الله. هلا صارت اني انا هي الاستقبال. خوش، وانت بعد جميله، روحي ويا هيبه. والله انا مو معزومه، اخاف اروح وتتضايق وداد، تدري ما ابي اغثها بهالمناسبه هذه. اسمح لي عمي اتدخل واقول رايي. ترى خالتي جميله معاك، والافضل انها ما تروح، لأن مبينة على مسلمان إنها قوية، وما لها داعي خالتي تسمع لها كم كلمة. أنا أقول كافي منال تروح وتسوي الواجب. إيه بصراحة أنا رأيي من رأي فؤاد وأمي، يعني ما لها داعي أمي كلش إنها تروح العرس. أنا من رأيي إنك تدزين بوكي ورد، ترى زينة حق سلمان ويمرته، يحسون إنك قمت بالواجب وقدرتيهم، خصوصاً إن سلمان هالأيام علاقته فينا زينة، والأمور هذه لها تأثير في النفس. إن شاء الله بدز لهم ورد، وبنفسي بدق على سلمان وبارك له. والله انك طيبه وبنت حلال. انت ليش بتحملين نفسي ذنب؟ انت ما ارتكبتيه. نادية حرام تحملين نفسك اكثر من طاقتها، حرام تحرمينا نحن يوم عمرنا.
انت ليش قاعد تسوين كل هذا؟ الريال مات، توفى، الله يرحمه. انا مالي ذنب. والايام قاعد تمشي كلها من عمري وعمرك. مني بالضبط؟ تزوج. شوفي يما، هذول النفانيف اللي عندي حق العرس، شوفي اي لون يناسبني وقولي لي. اوكي، ترى هذا جديد على فكره. انت ليش متاخر لهالحسه؟ ليش يهمك؟ أكيد يهمني، ولا كان ما سألت. مدام يهمك ليش ما تدقين تسألين أنا وين؟ إلي هيت عصام، وصلت أمك البيت وعشيته ونام، ويت أشوف النفانيف اللي عندي. كنت بعشي عمل وبعدين مريت الربع توني. إنزين، أنا بغيت أقول لك إن أنا وأمي معزومين على عرس بالبحرين. وليش في البحرين ان شاء الله؟ انا ما خلص مواجيب الكويت، تروحين البحرين انت وامك؟ ما خلص احنا كذي من مناسبه لمناسبه. زين يعني عادي، ما فيها شيء يعني، كل اللي عندهم معارف بالخليج يزورون بعض ويوجبون بعض بالمناسبات، ما فيها شيء، كلها البحرين. ويكند وارجع، ما راح اطول. وعصام بيتم عند امي صح؟ اي اكيد، بعدين اريح لك. هذول انت لابستهم من قبل؟ شوف، هذا لبسته بعرس بنت خالتي، وهذا الأحمر لبسته في استقبال بنت عمتك. كيف بس هذا جديد الأسود، وهذا هم ما لبسته. زينة، أنا ما يرضي إن زوجتي حبيبتي تلبس الشيء مرتين. نفنوفك هناك هدية مني لك. صدق؟ ها صدق شنو؟ ليش أنا مقصر عليك بشيء؟ بعد عمري، الله يخليك لي ولا يحرمني منك. فواز لهالدرجة تحبني؟ إي، زوجتي، حبيبتي، وبنت عمي، وأم ولدي، أكيد أحبك. شو ما أحب؟ وأنا بعد أحبك. إحنا لازم نتكلم مع بعض. أخيراً هنيت علي. احنا محنا صغار، وبالاخص انا ماني صغيره يا فيصل. بالعكس، انا احسك اصغر مني. لما نقعد معاك احس ان انا العود مو انت. مو مهم اللي انت تحسه، المهم اللي اهلك يحسونه. انا ماني مستعده اخذك واهلك مو موافقين. وانت؟ انا لو مو موافقه كان ما تشوفني قاعده قدامك الحين. بس احنا لازم نحط النقاط على الحروف. احنا هالشيء اللي بنسويه ترى بتواجهنا مشاكل وايد، ولازم نكون مستعدين لها. عدل ولا لا؟ فاهم ومستعد لها، وعارف اللي بيصير. وامك راح تفاتحها بالموضوع؟ لا امي، لا انا اول شيء بكلم اخوي العود انا مون عليه. بالبدايه انا ادري ان امي راح ترفض، انا متوقع هالشيء، بس بعدين بتشوفني بتمسك فيك وابيك، ما راح توقف بوجهي. بالاخير امي كانت من زمان قاعده تدور لي على عروس، لما تشوفني انا احبك وابيك ما راح ترفض. وانت تعتقد ان امك راح توافق على واحده مثلي؟ مثلي؟ انت ليش دائما تحسسين ان انت اقل من البشر؟ فيصل، انا مطلقه واكبر منك بسنين، بيني وبينك جيل كامل.
انت بعدك صغير وبعز شبابك وللحين ما تزوجت، يعني قلت بنت تتمناك. وضع طبيعي ان امك تبي لك وحده حلوه وصغيره ومناسبه لك ومن جيلك. يا ربي والله ما الومها اذا ما وافقت. انا احس ان اللي بيصير بيني وبينك هذا غلط. حاسه ناديه ترجع عنك هالكلام، خلاص انا حبيتك، حبيتك بكل ظروفك، عارف اللي اسويه وادري وين بروح. امي بترفض بالبدايه بس بعدين بترضى. بالاخير انا اللي ابينا يجمعني بيت واحد معاك بالحلال، ما يهمني شلون ولا وين، حتى بناتك استعدان اربيهم واحطهم بعيوني، بس خليك معاي، خليك معاي لان انا احبك. عمري ما كنت متاكد من قرار بحياتي مثل هالقرار. السلام عليكم. السلام. أستاذ بسام موجود؟ موجود، حبي أكلمه؟ لا شكرا، أنا كده. تاي، أنت شايبك هني؟ ما تردين، شايبك هني. تصدق حتى وانت معصب حلو. سويت كوفي لو سمحت. ريس سويت ميديم مع سم يبلي. يلا ممكن اعرف شو اللي تبينه بالضبط؟ ماكو، مريت من صوبكم قلت اي اسير اسلم عليك. خو تدري يعني انا طول عمري اصيله واعرف الواجب. انت صاحيه؟ من صدق جايتني لهني عشان تقولي لي هالكلام الفاضي؟ انت تدرين شنو سويتي؟ ها؟ انت دمرتي حياتي، خربتي بيني وبين اللي احبها. والحين جايتني بكل وقاحة عشان تقولي لي هالكلام الفاضي؟ خلصيني. أنا أصلاً ما ودي حتى أسمع اسمك. أنت شنو؟ للحين تحبها؟ لي باكر. وهي؟ هي للحين تحبني. وبالنسبة لريم أنا أحب عمرها. حلوينها. ما أشوفها معك. سبتك انتي، انت اللي خربتي بيني وبينها. سبت واحده حقيره نفسك. هالحقيره هذه هي اللي فاهمه الدنيا صح. بعدين انت مسكين وعلى نياتك تصدق. انت عبالك اي شيء تبيه بيجيلك، وانك بلوجر وكل الناس تبيك. لا بابا. وعلى فكره كنا ريم سمعتها خطبت تزوجت، حقين الله اعلم، انا ما ادري. بس البنت شافت حياتها. وانت خليك هني قاعد. أدينا نفسك عزيزة. ومتعود أحد يهدك. وريم سوت هالشيء. عدل. كنا السويت كوفي تأخر. ايش قاعد تقول؟ ايش قاعد تخربط؟ سلمان تكفى ركز معي. أنا عارف اللي قاعد أقوله مو سهل. بس شنو اسوي؟ حبيت البنت، صدق حبيتها. حبيت البنت؟ انت صاحي؟ صيل اي بنت؟ هذه مره عوده، ام عندها كوكا الشهال اكبر منك، امي ما راح توافق. وانا ايش حق جايك؟ جايك عشان توقف معاي ولا تحبطني؟ اوقف معاك يا بعد عمري بشيء بيض الوجه وبسواد الوجه اللي انت جايني فيه. وانا وانت اذا رحنا قدام امي وقلنا راي واحد راح توقف معانا، راح تلين. فيصل اساس الزواج التكافؤ، وانت ما في اي تكافؤ بينك وبين هالمره. تكفى انت، بطل هالكتب اللي تقراهم تهالليل وتعبيهم علي. انا قاعد اقول لك حبيتها. اسمعني عاد،
أنا ترى قاعد أقول لك عشان أحطك بالصورة وعشان أنتوا أهلي وحاشمكم، غير كذي ترى أنا أخذها وأروح المحكمة أملك عليها ولا راد عليكم ترى. لا عناد السالفة. لا مو عناد، بس كل واحد حر بحياته، مثل ما أنت تزوجت وخذيت اللي تبيه أنا أخذ اللي أبيه. مالك شغل فيني. أنا مالي شغل فيك، بس هذا زواج أختار اللي أبيه، مثل ما أنت اخترت اللي تبي. أنت بدشني بالطوف مع أمي. أنا لا ما دخلك بالطوف. ما صدقت ترضى علي أنا مرتي بتدخلني بالطوف، بتردها مرة ثانية تقلبها علي. تكفى فكر بالموضوع أنت، عشان نوقف قدام أمي وراح ترضى أنا وياك، إذا أنا وياك راح ترضى. خلاص أوكي صير خير. بس خلاص صير خير روح. أكيد؟ إي روح. والله ما ظنتي. صح مينون. إن شاء الله حبيبتي. إيه إن شاء الله على الاثنين الجاي بيكون إن شاء الله على الاثنين الجاي بتكون الطلبية جاهزة. إن شاء الله حبيبتي. أعطيني العنوان لو سمحتي. خذي ما. كملي العنوان. إنزين. 93 شارع. أوكي. 205 جاي كتبتي؟ إيه. يلا أوكي. مع السلامة. مشكورة حبيبتي. وقادرة أركز يا يمه من التعب. ما تقولي لي أنت شلك بهورق العنب وهاللف وهاللويا وهالتعب؟ تعب عليك وأنت بعازة هالبيزات؟ يا يمه السالفة مو سالفة بيزات. يا يمه أنا أحب هالشغلة، ما أحب أكون فاضية. وبعدين لما ندشين المطبخ تسلم على الزباين والطلبات، وهذا يساعدني وايد يمه. إذا تشوف شنو جديدة؟ يخليني أنسى اللي راح. يا روحي ديدة. شنو يعني ديدة اللي راح؟ خلينا الحين من اللي راح وخلونا نفكر باللي جاي. يا يما أبيكم تهتمون بدراستكم، تصيرون شيء كبير، ترفعون راسنا. أفا عليك ديدة، أنا راح أدرس حقوق وبصير أكبر محامية بالديرة. كفو كفو عليك يا حبيبتي. يا ما ناس مظلومين بهالدنيا. وأنت يا مياسة شو تحبين تصيرين؟ أنا أبي أصير طبيبة. الله طبيبة. طبيبة أسنان ولا عيون؟ لا أبي أصير دكتورة أطفال عشان أغزل أطفال أوبر. وهي تبي تنتقم ولا؟ شو طلعتي نحيسة؟ أول واحدة بغزها منو. وي بسم الله على بنيتي. يما يما شو فيها بتقزني إبرة؟ ولا تقدر تقزج إبرة حبيبتي أنتي. لا ما تقزج. شيطونة يمه منك. وانتي منى شو تحبين تصيرين؟ انا احب اصير بياعة. بياعة؟ وي بياعة شنو؟ بصير نفسك الف ورق عنب عشان ابيع نفسك. يا حبيبتي هذه حبيبتي الاصلية. نعم حبيبتي السنعة. تعالي يمه تعالي بعد قلبي. اقول لك عيل حبيبتي عيل ما له داعي تروحين المدرسة وتدفع مصاريفك. انا الحين خليت علمك جديده شلون تلفين ورق عنب وتجي منه الحين. ايش رايك؟ لا احسن اروح مدرسه. عمري انت شاطره شطوره شطوره الحلوه. بسم الله عليكم. تبي تصير مثلي ها؟ اي من الحين تبي. الا صدق منول بتروحين حق مرت اخوك ولا بتكتفين بروحه المستشفى؟ لا اكيد بروح لها، اصلا انا ما جيت لها هديه للحين. بس هي للحين ببيت اهلها، اذا ردت البيت بروح. واللي أنا محيرنا أخوي سلمان إذا أنا ما سألت عنه ما يسأل عني. والله حبيبتي أنتي طول عمرك سنة وتعرفين الواجب وتحبين إخوانك، بس ما ظنت إنهم يحبونك كلش. فؤاد أنت ليش تقول؟ حبيبتي أنتي بنت إبراهيم السندي المدللة اللي تربيت بحضنه وكبرت بخيره، وهم عيال مرته المطلقة اللي ما يدرون عنه من سنين، ولا يدرون عنه ولا يسألون عنه ولا يسلمون عليه حتى. أنا بس أبيش تنتفين لأكثر. فؤاد ترى هذيل أخواني وما لي غيرهم، لو مهما يصير بيني وبينهم يتمون أخواني. بعدين يعني ترى سلمان أصعب من فيصل، بس شوفه الحين أحسن منه ما في. مشكلتك يا منال إنك تحكمين بالظاهر وهذا غلط. أحياناً أقرب الناس لنا وهم أكثر الناس اللي يكرهوننا. أنا بس أبيش تكونين واعية وفاهمة لأنك مرتي وأحبك. فاهمة؟ اليوم فاتحت أخوي بموضوعنا. إيه
هذا طلب الرميثية يبون صينيتين ورق عنب دبس الرمان. أوه هذا كيفان عندهم عزيمة يبون ست صينية ورق عنب. أوه إذا إذا الخلط هاي ما حلو هذا اللي كتبته. أوه الله رسم وايد حلو بس حطت له قرون. إذا شافتني جاد ومصر مرتها بتوافق. لا تخافين أنت تعي لنا وإن شاء الله كل شيء بيمشي نفس ما إحنا نبي. نادية كنت شيء ما سمعتي شيء كالدرج؟ أي والله هذه واحدة معاي بالدوام تبي باكر تاخذ مرضية كلش مو وقته عندنا شغل وايد. شوف سويتي انت بعد هي ما غصب عليها مريضة مو بيدها شيء. ما خلصت. اي خالتي غصب عليها غصب عليها مو بيدها. انت شنو هذا كتبي عدل؟ يلا كتبي عدل. نادية لا تخلين عاد عصبيتك على اليهال. لا خالتي كاتبين عدل. تعالي عدلي عدلي هالصوت تعالي كل مسحي مني كتبي من أول السطر معلمتك من أول السطر. إيه هذا كل شيء لي من هني شاطة. صبحك الله بالخير يما. صبحك الله بالنور. هات إنك مو مداوم اليوم. إيه ما فيني أداوم ضايق خلقي شوي قلت أروح النادي أتمرن. وقلت حق أبوك؟ إيه كلمته قال توكل على الله. خوش عيل دام أنت مداوم وش رأيك تودينا المطار؟ مطار؟ ما ليش تبي تروح المطار؟ يعني الواحد ليش بيروح المطار؟ أكيد بيسافر. إذا بتسافري مع منو؟ أنا وأختك أمول معزومين على عرس بالبحرين. أمول وين بتخلي ولدها؟ بتخليه عندهم فواز لأنه قاعد يقول لها فواز أنا ما راح أقدر عليه بروحه. إيه بس تمام زين تسوي عيل أنا خلاص أروح النادي أتمرن ويمديني ياخذكم. خوش لا تبطي علي. بس تمام يلا سلام. سلام. اي يما والله قاعد جهز اغراضي ان شاء الله. اي لا تحاتين كل شيء ان شاء الله راح يكون تمام. تمام على خير على خير يما. يلا يلا باي. انت مو مفروض في الدوام؟ اي بس قلت اقعد وياك قبل لا تسافرين استغل الوقت لاخر لحظه. ايش دعوه؟ اللي سمعك يقول رايحه شهر كلها ويكند وانا راجعه. اي ما عليه بقعد وياك ما ابي اطوف دقيقه وياك. فواز انت متغير وايد. شلون يعني متغير؟ يعني مو قبلي حتى عصبيتك خفت وايد عن قبل. شفتك قاعد تبتعدين عني قلت اغير من طبعي شوي احاول اتقرب لك. ابي ارضيك باي طريقه يعني هذا كل ما في الموضوع ماكو شيء ثاني. ان شاء الله على طول تكون كذي. ان شاء الله. تدري عاد هالعرس تقريبا قعدنا نجهز له مده شهر ونص انا وامي. من مصمم لمصمم وحجوزات الميك اب والشعر لويا لويا بس هذا العرس فعلا غير. شو اللي غير الموضوع؟ ما ادري طول عمرك انت وامك تقعدوا لك شهرين ثلاثه بس جاهزين حق عرس. اي بس هذا العرس غير ويكفي ان نفنوفي منك انت. ان شاء الله الله يقدرني ويجيب لك اكثر واكثر والايام الجايه ان شاء الله بتكون احلى بيني وبينك. ان شاء الله. خليني اروح اجهز اغراضي الباجي عشان ما انسى شيء وياك. شنو تنسي؟ حضوراتي شنو بعد؟ ايه
لا يما، ما أقدر أمركم كلش. فواز بينام عندي. إيه مرته مسافرة بتحضر عرس بالبحرين وبينام عندي هالويكند. يما ما تدرين أنا إيش كثر مستانسة. أول مرة صدق أحس إن أنا متزوجة وأنا بيكون معي حتى لو كم يوم. أنا راضية. يما تدرين إن هذا شرطه من البداية وإحنا وافقنا عليه. فعادي أنا مو زعلانة، بالعكس فواز وايد زين ومقصر معي بشي كلش. وأنت تدرين ما يبي مشاكل مع أهله ومرته. ماشي حبيبتي، سلمي على أبوي خواتي بعد عمري. مع السلامة. هلا حبيبتي، مرتي توا طلعت تروح المطار، انت وينك؟ بالصالون قاعد تكشخي لي. ها بديت اللي كشخوا لي والله. خلاص انا ساعه كذي واكون هيك على ما اجهز جلدتي. يلا يبا اشوفك. ايش قاعده تسوي؟ قاعده اقشر بصل. من كذي سالتك، الريحه واصله لين مكتبي. مينون، الليله راح افاتح امي بالموضوع. لازم أقوي قلبي وأكون مصر على اللي أبيه. ما راح أخذل نادية، والأهم ما راح أخذل قلبي، قلب اللي يحب نادية ولا عمره حب إلا هي.